هذه اللغة اللي يتكلم فيها الأستاذ يوسف، هذه اللغة التشنج الإعلامي الأزرق، هذه اللغة يقارنه بالصلوي اللي أخطاؤه المؤثرة 5 لصالح مين؟ نادي. لكن أمس قد أخطأ الحكم في نظر بعض، هنا بلنتي وهنا بلنتي، هذا قد أخطأ. لكن صلوي اللي حرم النصر من ضربتي جزاء، هذا اللي اتفق عليها المعلدي، وأعطى الشباب بما فيهم الشبابيين معترفين أنها ليست ضربة جزاء بتاتا. اللي راح أبو فيصل، لا أنا أرد على الأخ والأستاذ يوسف، أنا معك، اللي يقول أنا معك، اللي يقول يستشهد في مين؟ في صلوي. دليل، شوف لغة الاستفزاز من الإعلام الأزرق. استشهد فيه من أي ناحية؟ استشهد فيه تو، ما أنت وش قال؟ أنت مشغول أنت. لا وش قال؟ قال لا تقارن، يقول أخطاء الحكم أمس لا تقارن في أخطاء صلوي المحلي. شوفوا شلون الفارق الكبير. يعني الشباب النصر فيها أخطاء مؤثرة وبوجهة نظر لصالح فريق واحد، بوجهة نظر حرم النصر حرم النصر من نقطتين فيها. طيب هذه وجهة نظر هذا الكلام، لكن هذه اللغة، شوف الآن الحمد لله هو تكلم أنه الآن لغة الجرائد والصحف اللي كانوا معتمدين عليها التضليل راحت انتهت، الآن الفضاء مفتوح، تويتر مفتوح، وصار فيه الأندية كلها إعلام، مشجعين إعلام، وكل يدلو بدلوه وكل يتكلم، فالتضليل انتهى، كل المشاهدين يتابعون. الآن الحكم اللي أمس أخطأ على النصر بعدم احتساب ضربة الجزاء اللي هي لعبة كرة السلة للاعب ياسر الشهراني، اللي اتفق الجميع، هذا اللي اتفق عليها، وليس كرة المدافع برونو. فهذه قد يكون أخطأ، أو بنظر البعض أنه للهلال ضربة جزاء ومن الوقت بدري.